مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب اليوم الغد بحول الله. أجواء غشة جزئية نحو السواحل الغربية، تكون شبه رعدية نحو السواحل الوسطى. أجواء غائمة جزئيا إلى مغشاة نحو السواحل الشرقية، ومرفوقة ببعض الأمطار الرعدية المحلية نحو كافة المناطق الداخلية، الهضاب العليا، منطقة الأوراس. نفس الأجواء بالنسبة لشمال الصحراء ومنطقة الثورة، بينما تكون مشمسة على العموم بوسط الصحراء الجنوب الشرقي لغاية أقصى الجنوب، مع نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية بأقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة، خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تتراوح ما بين 16 إلى 19 درجة على كل المناطق الساحلية والقرب ساحلية، تنخفض إلى 13 درجة فقط بالجلفة والبيض، تقارب 22 درجة بشمال الصحراء، 24 درجة بتندوف، 25 درجة بإليزي، لن تتعدى 22 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، وتقارب 28 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة القصوى، خلال ظهيرة الغد بحول الله تكون فصلية، مقاييس ما بين 26 درجة بالعاصمة إلى 27 درجة بعنبة، 28 درجة بوهران، 27 درجة أيضا بتيزي وزو، تقارب 28 درجة بقسنطينة، 24 درجة فقط بالجلفة والبيض، ترتفع إلى 31 درجة كعلى مقياس شمالا بتنيمسان، في حدود 34 درجة بمنطقة الواحات، 30 درجة بالثورة، 36 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، وتبقى مرتفعة من تندوف نحو إن صلاحي لغاية إنقزام ما بين 40 لغاية 43 درجة. فيما يخص البحر، خلال اليوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو السواحل الشرقية، رياح ضعيفة تصبح معتدلة خلال الظهيرة بالسواحل الغربية، وتكون متغيرة الاتجاهات، بينما ستكون من غربية تماما إلى جنوبية غربية بأقصى السواحل الغربية. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و45 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و27 دقيقة. مشاهدينا، شكرا على المتابعة، وفي أمان الله.